بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے روزانہ ہی تلاوت قرآن، درس قرآن، درس حدیث، حقوق العباد اور خدمت خلق سے متعلق مختلف علماء کرام کے بیانات اور فقہی مسائل، طبی معلومات، مناظر غربت اور صفا بیت المال کی رفاہی و فلاحی خدمات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن سے مستفید ہوتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.